والله يا تامر، يعني الاسماعيلي حاليا عايش على الامل ده، ان يبقى ماشي على خطه ثابته وما يخسرش اي ماتشات، لان احنا كنا بنتكلم في الاستديوهات اللي فاتت ان انت مهم جدا ان انت في التوقيت الحرج ده ما تخسرش ماتشات. حتى لو انت وحش، حتى لو انت اللعيبه اللي عندك مش مكمله ان انت تكون بالمستوى والاداء اللي انت متعود عليه تكسب، بس برضه ما تخسرش، لان المرحله اللي جايه حرجه جدا. انت بادئ النهارده بدايه الدور الثاني، اعتقد ان الفكر لازم يبقى مختلف، ان انت ما تفقدش نقاط كتيره، وخصوصا الماتشات اللي على ملعبك لازم تشيل من دماغك فكره ان انت ما تكسبش على ملعبك، ما جبتش جون على ملعبك. القصه دي لازم تنتهي من تفكير اللعيبه، ومش هتحسم الا في ماتش النهارده مع سيراميكا. سيراميكا طبعا فريق كبير، كسب الماتش اللي فات مع جونه، ودي كانت بدايه احمد سامي، مدرب يعتبر من المدربين الواعدين قوي في الدوري الممتاز، عنده مجموعه لعيبه وعناصر مؤثره قوي في الماتش، محمد ابراهيم وباسم والمجموعه اللي لعبت، وسيف توكا طبعا من الحاجات المميزه في الهيدرز، عنده كوابينا من اللعيبه المميزه برده في نص الملعب، عنده شادي حسين، عنده مجموعه نجوم. قبل ما اكلمك عن سيراميكا، حمزه جمل هو الفرصه الاخيره للاسماعيلي؟ ما اعتقدش ان عدم الاستقرار مفيد لاي حد من اعضاء مجلس الاداره، او مفيد للنادي الاسماعيلي وتاريخه في التوقيت ده، لان انت بتبحث عن الاستقرار، وبالتالي انت بتدور على الحاجات اللي تقدر تجيب فيها نقاط وتجمع نقاط عشان يبقى في ثقه ما بينك كمان وبين جماهيرك في الفتره اللي جايه، ان انت عندك امل كبير وتعيش على الامل ده ان انت تبقى موجود في الدوري الممتاز. هل اختلفت غرفه خلع الملابس مع الكابتن حسني عبد ربه؟ اكيد اختلفت طبعا. حسني شخصيه كويسه، واعتقد ان هو عامل حاله ما بين اللعيبه، لكن لازم يكون في مساعدات. القصه مش في ان انت تكون عارف كويس قوي امكانيات النادي ايه وما تلعبش عليها، لان انت مكسبك الوحيد دلوقتي ان انت تعيد الثقه ما بين الجماهير وما بين اللعيبه، هو ده المكسب اللي انت تلعب عليه في الفتره اللي جايه، وتعيد الثقه دي بان انت تبقى مراعي الالتزامات بتاعه اللعيبه في الفتره اللي جايه. مش هينفع ان انت لعيب يشتكي منك وانت بتكسب ان هو ما بياخدش مستحقاته، ما ينفعش. فلازم كل الامور تبقى متساويه عشان تحافظ على الاستقرار المادي الاول، وتحافظ على المستقرار بعد كده ان انت تقدر تجيب وتجلب الثلاث نقط.